رسالة سلبية من وزارة الإسكان. محمل المسؤولية وزير الإسكان. احنا النهارده بنتكلم في أثر طبيعي. أنا بفرق بين أثر تشريعي وأثر طبيعي. عندنا مشاكل عرض عندنا مشاكل عرض. تصدير المشهد إن المشكلة كلها في التنمية المحلية. في الوحدات المحلية ما يجيش واحد عالمية من اللي بيحصل في المجتمعات العمرانية الجديدة. المجتمعات العمرانية الجديدة فيها مشاكل كبيرة جدا على الأرض. ولا أصحابها بتتكلم عليها ولا حد عارف عنها حاجة. عشان كده ده كلام المعقل والرئيس أحمد بس جميل. قلنا نعمل أثر تطبيعي على الأرض. وده لون جديد. لون جديد. في بلاد الدول المحلية إن إحنا بنناقش مشاكلنا على الأرض. لما يكون في مشاكل على الأرض يبقى إحنا محتاجين المسؤول اللي هو عنده القرار يحل معاه. زي ما قال احمد بيه لو محتاجين حتى تشريع يبقى احنا متفقين مع بعض. فكره ان احنا نبقى علاقه مشيده بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ما بقاش كلام على الورق. لو انا ما حسيتش كمواطن لما كنا ايه؟ انا هناك جديه من الحكومه واعضاء الحكومه في الملفات اللي بتمس المواطن يبقى احنا بنضيع وقت. كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا هموم كتير. انا سايب حاجات كتيره وجاي ملتزم عشان العمليه دول فعال في حل مشاكل على الارض. النهارده رئيس الجمهوريه موجود على الارض. مرات الكلام ده في وجهه وزير الاسكان. بقى لي 4 سنين بقول له الكلام ده. 4 سنين. لا انا بحمل وزير الاسكان مسؤوليه. النهارده انا ماليش دعوه لا بيني ولا بيش طالما الوزير النهارده بعد حد مسؤول بيمثل وزاره الاسكان لا في احترام للسلطه التشريعيه والحضور مش عاملها كده. حاجه ثانيه هي انا شايف انا مش هكمل الجلسه. انا ما كملتش جلسه الا واحد وزير الاسكان شخصيا وزير الاسكان يجي ده انت بتتكلم في ارجاء ده مليارات على الارض اصلا دي مشاكل للصبح دي مشاكل في المدن الجديده للصبح لا مش هينفع كده احنا مش هنغطي على المشاكل عشان لا احنا بنتكلم هدفنا واحد انا عايز الوزير ينجح انا عايز ينجح لما نواجه المشكله لا مش واجه المشكله كده لا ده احنا كده بنخلع لا 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 نفتح الملف عملت ايه على الارض؟ ظبطت ايه؟ ايه المشكله اللي عندك؟ حصلت كام؟ قننت كام من كام؟ دي ارقام تخد لو احنا عملنا جدول قلنا كام من كام؟ لا 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 تصدير المشهد ده القانون ده المعني بوزاره الاسكان اصلا ده قانون معني بوزاره الاسكان ما بقى احنا مصدرين التنميه المحليه اه عندنا مشاكل وكل ما نقعد بقى خلي بالك المدن دي درجه اولى التنميه المحليه دي والوحدات المحليه دي ناس عامله مشاكل فاتت 50 سنه عملت مع الشعراء دي طب خش مع المجتمعات لا الدرجه الاولى لا 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 وليه الدرجه الاولى بامارات ايه؟ بامارات ارقام حقيقيه بتحل على الارض عندك امكانيات مش موجوده في محافظات مصر كلها امكانيات ماليه غير طبيعيه